لأ، أيوة، لأ، أيوة، هينفجر في أي لحظة. انتوا والخدع بتاعتكم، أنا مش قادرة أستحمل خلاص، هعلمكم درس. انتوا الاتنين مقبوض عليكم، ده مش عادل. فكروا في اللي انتوا عملتوه. نبص على المكان، المكان ده لطيف، سيلفي مع الخلفية النارية. الاهتمام بالتفاصيل، إبريل عملت شغل كويس، مش معقول. المكان ده رائع، سيلفي تلج، جليد على الحيطان، وفروست حقيقي. داكوتا، شفتي الصور بتاعتي؟ هما تبادلوا السيلفيز ولا لسه؟ ده هايل، أنا هاخد صورة ليك أنت كمان. كده خطوة كمان للشمال، أنا هاخد التليفونات بتاعتكم، وأنتوا بدلوا مع بعض. أنا كويسة هنا، أنتي وأنتي بدلوا الزنزانة مع بعض. أنا هتجمد من البرد هنا، سخن. أخيرا نفع، إحنا ليه مقبوض علينا؟ ده مش عدل، مش عدل فعلا. يلا نفتكر تاني، أنت مضحك قوي، أنا دايما بستمتع معاكي. دي كده بتخطط لحاجة تاني؟ أوه أيوة، هجوم ناري، لأ، انهيار جليدي. أعتقد أنا مش هسمح لها تضايقهم، أنا مش بتراجع. هو ده كان إيه؟ أنا لازم أمشي. طيب إيه رأيكم في ده؟ دي حصلت مرة واحدة، مرة واحدة، مرة واحدة بس، وكان إيه ده؟ مفيش حاجة أفضل من الشاور المريح، محتاجة بس أخلي المية دافية. في حد قال دافية؟ دي على وشك تكون سخنة هنا، سخنة. إيه اللي حصل؟ سيبيني بحالي، أنا هساعدك كده كده. برد، الشاي السخنة هيخليكي دافية. وده كان اسمه إيه؟ ده كان مسلي، كانت مجرد حادثة. طيب وده؟ بيتي الجميل. إيه اللي بيحصل؟ ما تفكريش في ده، أنا فهمت التلميح، ابتدينا نوصل لحاجة. ده حر قوي هنا، أنا بدوق، حاسة إن أنا تعبانة. دافني، إنتي ليه دوبتي؟ لازم نجمع المية دي في أسرع وقت ممكن. الأوفرول في الجردل ونحطه في التلاجة، نتمنى إن إحنا ننجح، أتمنى إنه ينفع. بعد 5 دقايق، كده كفاية، أنا هفتحه. المكان ده جميل، ارجعي تاني للزنزانة دلوقتي حالا، لكن ده حر قوي هنا. مش مشكلة، أهو التلج، ده وقت الغداء. البرد لا يطاق، التمارين المفروض تخليني أفضل دافية. كفي إيدي لونه أزرق، أنا متلجة. إيه ده؟ جليد في أنفي. اتفضلي، ما جاتش في الهدف. خدي ده، ما جاتش، ده بيوجع. ده كوت المسكينة. أنا عندي فكرة، أنا هحط لزق وأرش شوية جليتر، هعمل السلك على شكل لهب وألف أنوار حواليه، وبالطريقة دي هيكون عندي لمبة كويسة. في إيه جديد بيحصل؟ أنا شم ريحة شياط، شعري، أنا هطفيه، شعري جميل. هي حزينة قوي لدرجة إنها مش شايفة أي حاجة حواليها، دي فرصتي إن أنا أهرب من هنا. بهدوء، اثبتي، كل ده بسببك. عايزة تخلي شعرك أقصر كمان؟ أنا معايا طفاية حريق، استسلمي. طيب أنا هرجع تاني، أنا محتاجة كلبشات إطفاء حريق، دول صغيرين جدا، السلسلة الكبيرة هتنفع. أنا هوصل السلسلة في طفاية الحريق وأحط الكلبشات. في إيه بعد كده؟ الكلبشات اللي زي دي هتخليكي تفضلي في مكانك، ده مش منطقي.
في الواقع اللون ده مناسب، اكسسوار ستايلش. في حاجة ليا؟ لا ده مش عاد. عرفت دلوقتي ممكن اعمل كلبشتي الخاصة. نتعيش. كل اللي محتاج اعمله ان انا اربطهم في الرجلين. دي فعلا رائعة. دلوقتي انا هعدل شوية هنا وهنا. ممكن تتبعد دلوقتي، لكن ازاي؟ من خلال المجاري. ابعد دافني، في رسالة ليكي. خليني اشوف. بريد بالتويلت. انت ما كانش عندك اي افكار ولا ايه؟ هي اهي التعديلات بتاعتي. وطوا صوتكم. ابعد، انا هشوف. بطني وجعاني. هي صدقت. ممكن ارجع الرسالة تاني. هي فين؟ انا مسبتكم. دي وقاحة انك تقري جوابات الناس التانية. ده مش مضحك. للمهملات. ما جاتش؟ ما جاتش تاني. مفيش امل. في مجرم خطير جدا مطلوب للعدالة. هو ده حقيقي؟ مستحيل انها تمسكني. هو ده الشخص. ابرم مش شايفاه كالعادة. المجرم هنا. حريقة. لا امسكيه دلوقتي. ماسك، فكرة رائعة. اقف، انا هساعدك. هو مش هيهرب. اخواتي. ليه؟ اوبس، بيتزا لذيذة لسه سخنة. ريحتها حلوة قوي. لذيذة. ممكن انا كمان اخد شريحة؟ شريحة بيتزا؟ ايوة هي دي. انا كمان جعانة. اوبس، مفيش بيتزا تانية فاضلة. انا كمان جعانة. طيب اخيرا اتفضلي. ده مقرف. وده ليكي. شكرا جدا. ليه دفني اخدت الشوكولاتة؟ شكلها لذيذ. الموضوع ان انا ما عنديش فكرة افضل. عشان نخليها سخنة اكتر هندوب الشوكولاتة. هنملأ قوالب سيليكون بيها. دلوقتي عندي أدوات شوكولاتة. هغطيهم بغبار اللولي علشان يبقى شكلهم جميل. جليتر أكتر. شكلها واقعية جدا. فين الأدوات بتاعتي؟ داكوتا، أنت اللي عملتي كده؟ أوبس، بتتكلمي عن إيه؟ القضبان كمان صالحة للأكل. طيب لساني اتجمد. ضحكت عليكي. ساعدوني. هو فعلا متجمد؟ أنا مش بهزر. شوفي بنفسك. أنا كمان لزقت. إيه اللي بيحصل هنا؟ ألسنة مجمدة؟ أنا هحرركم بسرعة جدا. مش هعرف أعمل كده لوحدي. أنا محتاجة دعم. مين محتاج مساعدة؟ استنوا هساعدكم. خلاص انت منقذنا. هو كمان قوي. باي. الغدا خلص. اهو الطبق. داكوتا، انا سرقت معلقة. انا هفتح القفل بيها. انت بتضيعي وقتك. المعلقة التانية اكيد طبعا. بنسى. افضل بكتير. ده ممكن ينفع. فشل تاني. أنا هعمل مفتاح من الثلج. أنا محتاجة مفتاح. هايب. ده ديب. أنتي وخدعك تاني. اتفضل يلا. أنا عرفتك. ده أنت صح؟ أعتقد. إيه يعني؟ إبرل محتاجة مساعدة. مسدس النرف الساخن. جبته. هرجع تاني على طول. اتفضل.
ده. خليك في الزنزانة. شكراً على المساعدة يا بنات. ادوني الأسلحة. أنا بحبكم جداً. أنا اتأخرت قوي. كل سنة وانت طيبة يا أختي. دي ليا؟ دي حاجة لطيفة منك. أنا هتمنى أمنية. مش بالسرعة دي. إزاي؟ أنا هجرب تاني. فشل تاني. الشمع مش بتطفي. ايه الموضوع؟ ما عنديش فكرة. أمنيتي مش هتتحقق. هي كفاية كده. أنا متغطية بالمية. أيوة أنا طفيت الشمع. مبروك. هو ده. هاي. هاي كولي. هو لاحظني. اتحركي كولين. هاي. طيب وانا بقالي كتير ما شفتكش. دي غلطتي كولين. انا هنقذك دلوقتي. انا بقيت مبلول. انا هساعد. انقذوني. دي غلطتك انه هرب. واو في حاجات كتيرة جدا مبهرة. اديهولي. انا هشتريه. ها ده بتاعي بجد. خدي ده. والفستان رجالي تاني. مستحيل تمشي. الغالي. اوبس ده ما كانش قصدي. ممكن تحتفظي بالفستان. لو بوظتيه يبقى هتشتريه. دول كفاية؟ دلوقتي بقى كفاية. دي كانت كل فلوسنا. الوقت متأخر قوي. ده وقت النوم. أخيرا. أوه لا شيبس غبية. بيحتفظوا بالكنز بتاعهم فين؟ أها أنا لقيت الخزنة. دي مقفولة كويس. صعب فتحها. أنا هحاول أفتح القفل. ده كان صوته عالي. دول نايمين بعمق. أيوة ظهر. كل الدهب بتاعي دلوقتي. أنا لازم أمشي من هنا. مش بالسرعة دي. لازم ترجع الدهب بتاعنا. دي كانت فكرة سيئة. أنت مقبوض عليك يا ظابط. أخيرا خرجني من هنا دلوقتي. ملمع شفايف. ماسكارا. جليتر أكتر. شوية بودرة على الأنف. هو أنا أكتر واحدة جميلة ولا إيه؟ لا أنا. المراية بتاعتي. لا دي بتاعتي. شباب قولوا لنا في التعليقات مين فينا جميلة أكتر. بدون شك أنا. حمام فقاعات. أخيرا. مستحيل. المية دافية قوي. أنا بحبها برد أكتر. حمام التلج مثالي جدا. واو. اتأكدي إنك ما تبرديش بزيادة. صح. فوطة. الحمام كله بتاعي دلوقتي. هايل. أنا تعبانة. هنام شوية صغيرين. أختي نايمة. حظي حلو. أنا كنت بس هعمل باربيكيو. أوبس أنا ليه شمع حاجة بتطبخ؟ أنت بتتخيلي. ارجعي نامي تاني يا أختي. ها؟ إيه؟ سوسيس؟ بتعملي إيه؟ ولا حاجة. أنا كنت في الواقع بقرا. الأميرة تسلقت لقمة البرج وهناك لقيت نايمة. أخيرا في حاجة بتتحرق. روكسي
الفطار جاهز. انت ازاي عملتي ده من الاول؟ جعانة يا اختي؟ اعتقد لذيذ. وقت الشاي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ البراد بايظ. طب يبقى ازاي هشرب شاي؟ داكوتا، في ايه يا روكسي؟ انا مشغوله، هكون سريعه. اهو كيس شاي، ميه، ودلوقتي لو سمحتي سخني الميه اللي في الكوبايه. اديني دقيقه، الميه بتغلي. شكرا على مساعدتك. او لا، ده الشاي بتاعي. ايه ده؟ كان شرير جدا. الشربة المفضلة عندي. أنا نسيت الملح. داكوتا، الشربة رائعة. دي الشربة بتاعتي أنا، وأنتي مش ممكن تاخديها. الشربة مجمدة. أنتي اللي عملتي كده؟ أنتي عاملة لي إزعاج جدا. أوبس، أختي. كل اللي فاضل منها هي بركة. أعمل إيه؟ روكسي، أنا هنقذك. أنتِ هتكوني كويسة، أوعدك. أرجوكي ارجعي تاني، أنتِ في أمان وسلام. ده سخن. التمرين ابتدى. روكسي، استمري في التقدم. مش عايزة. أسرع. مستحيل. طيب لو الأرض سخنت؟ أوه، ده سخن. أفضل بكتير. كيو سكواتس. أكيد لأ. طيب هاي، إيه مشكلتك؟ تحت فوق، تحت فوق. كفاية، أنا محتاجة مشروب. فين المية؟ فعلا اهي بالظبط. نكمل تاني؟ انا مش هشارك. البرجر حبيبي، انا بوظت الفستان بتاعي. لازم اشيل الصوص. او يا ربي، مفيش ميه في الحنفيه. ازاي هتخلص من البقع؟ عندي فكرة. روكسي، هاي، ايه مشكلتك؟ وتاني. كفاية لعب. واخر واحدة. هاي كفاية. بالهدف، شكرا. ودلوقتي برجر. طيب يبقى انتي كده. اعتقد ان المية ما كانتش كفاية. البنات بتوعي بيتخانقوا تاني. يوم تاني، خناقة تانية. أنا لازم أساعدهم. التاج بتاعي. هاي يا بنات، هاي، إديني التاج. أو بجد؟ أنا لازم أستخدم السحر بتاعي. طيب وأنا؟ بام، ده بتاعي. أو يا بنات، اللي محتاجينه هو شوية سحر. ها؟ إيه ده؟ ليه التاج مش بيتشال؟ أنا هديكم تحدي، هو في المخطوطات دي، اقروه كويس. تحدي؟ مشوق جدا. طيب إيه اللي هنا؟ لازم نبني أوضة سرية. ممل، ممل. عندنا 24 ساعة بس عشان نعملها. نبني أوضة سرية؟ واحدة باردة؟ ده مفهوم. أهم جزء موجود في النهاية. 24 ساعة، ده كل اللي عندنا. الوقت بتاعنا بدأ بالفعل. أو لا، يلا نبتدي. عندي فكرة، أنا هجرب استخدم السحر بتاعي. لا لا لا، أنا ملكة التلج. ترى نفعت. بصي جميل قد إيه. ها، سحر ناري، ما تخزلنيش. واحد اتنين. رقصة الروبوت. ما عملتش أي حاجة. ليه السحر بتاعي مش نافع؟
واو، نجحت. أوضتك هايلة. بالنسبة لأوضتي السرية هيكون فيها أضواء. استمتعي. يلا نأمنه. طلع شكله لطيف. أنا خلصت. هي مشيت؟ أنا كمان هزين الأوضة بتاعتي. الدباسة دي بتاعتي. بتاعتك؟ بتاعتي، مش فارقة. طيب خدي بالك، انتقم التلج. هاي بالراحة، كور تلج أكتر. كفاية كده، مفيش حاجة اسمها كور تلج زيادة عن اللزوم. ها؟ واو، مش مشكلة. كور التلج زينة هايلة. أنا ممكن أعمل زينة أفضل بكتير. قماش أكتر، نار أكتر. خلاص كده، دي هتكون ستار هايلة. أوه. فكرة لطيفة، أنا كمان هستخدم السحر عشان أزين أوضتي. أفالانش. أوه أيوة، دايما سنوفليكس بتخلي يومي أفضل. أختي بتخطط لإيه؟ قولوا نون، ألف، ره. يلا يا فريق، هي مجنونة. يلا بينا. ها هاي، أنا هضيف أضواء نيون. واو، إيه رأيك في ده يا أختي؟ أنا محتاجة زينة مبهرة. أوه أيوة، رائع. مذكراتي العزيزة، المكان ده هي. ما تبصيش. ها؟ إيه؟ الأرض لافا سخنة. مكانك مش هنا. أنا محتاجة أهدى دلوقتي. هيو، هي شريرة قوي. أنا محتاجة المخطوطة. عزيزي الأمير، أنا ببني أوضة سرية، عشان كده أنا محتاجة مساعدة. آسف، أنا مشغول. هو عنده حاجات كتير يعملها؟ الأمراء مش مفيدين. مش مشكلة، أنا مش محتاجة حد. أنا هعمل أعمدة الجليد بتاعتي بنفسي. هاي كلير، أنا كمان أقدر أعمل أعمدة. واو. أوه أيوة، اللافا الصلبة شكلها رائع. ها؟ هي زينت الروف؟ طيب وأنا؟ ليه ميري دايماً عندها أفكار رائعة؟ ها؟ واو، أنا كمان عملت حاجة هايلة. واو، أهو، هي فكرت في حاجة مختلفة. أباجورة تلجية، مش مشكلة كبيرة، أنا كمان هعمل أباجورة. للأسف السحر بتاعي فشل. بتحصل، أنا هساعد. واو، شكراً، شكراً، ممكن تمشي. انتي سيئة. أهلا يا بنات، فين رموز العناصر الخاصة بيكو؟ صح، هرجع تاني على طول. تلج ولهب. هاي دلوقتي يلا نشوف عملتوا ايه. هي ليه هتبتدي الأول؟ عشان انتي لأ. أوه، انتي اللي جبتيه لنفسك. هاي كفاية خلاص، مش هتبتدي الأول. كفاية، تحدي جديد. ها؟ إيه؟ أوضة سرية تانية؟ بالظبط، من الأفضل تسرعوا. أتمنى إن ده ينفع. غيرانة يا أختي؟ أنا هعمل قاعدة خشب قوية. فكرة هايلة، هضيفها الرسم الهندسي. لوحين خشب في مواجهة بعض. خلصنا، هنثبت زاوية معدن. بار كونغ فو. نامستي. زاوية قايمة. حلو، و نحط السرير من فوق عشان يكون السقف. ليه أشتغل كتير؟ إذا كان تخطيط الرسومات الهندسية هو المفتاح. يلا نلون الحيطان دلوقتي. هي أختي بتدهن الحيطة؟ أنا هعمل حاجة أحسن. هبتكر زينة بقيمة المحيط. هنعمل دايرة بدبابيس الضغط على الحيطة. نلف حبل سميك حواليها.
هناخد ساعة مدورة من على الحيطة، ما تخليش حد يشوفها، ونحطها في مركز القطعة. مش وحش. الجزء الأساسي في ديكوري هو ورق التغليف الملون. أوبس، نسيت ألبس أوفرول المباني. ممكن أثبت شرايح من ورق تغليف ملون على الحيطة باستخدام دباسة المباني. دلوقتي يلا ندهن الحيطة الخلفية لحسني. هحتاج شريحة كرتون كبيرة وماركر. هنبتكر خط خارج للشعاب المرجانية. مش مشكلة لو مش متساويين، الطبيعة مش متماثلة. ودلوقتي يلا نلون الشعب المرجانية. واو، زينة جميلة. دلوقتي هنثبتهم في حيطة الخلفية. ايه رأيك في عالم المحيط اللي عملته يا أختي؟ ها ميري، أنا كمان معايا ألوان أكريليك وممكن أرسم كمان. الأول هرسم سحب بيضة. آه، منفوشة جدا. هنضيف شوية لون أزرق للسحب. هنمشي على المخطط ونلون قزح مشرق. خليكي تحت المية يا ميري، مش هتقدري توصلي القزح اللي رسمته. أنا عارفة، محتاجة شوية خامات إضافية. لا، ما افتكرش. آه، هو ده، فويل معدن. دلوقتي حطي متغطية بالفويل وبتلمع زي المحيط. أنا أحسن مصممة ديكور لتيمة المحيط. وأنا لقيت صندوق زينة من حفلة قديمة. خلينا نشوف ممكن أستخدم إيه منها. آه أيوة، ستارة بكرانيش ملونة ولزق دبل كيس. حتي عمرها ما كانت ملونة قوي كده. هيا صدفة البحر، إنتي القطعة اللي أنا محتاجاها. هثبت صدف بحر مختلف ونجوم بحر على الحيطة حوالين الساعة. زينة 3D لأرضية المحيط. أنا محتاجة للصندوق ده. سنيكرز، أنا هطلعكم برا بيتكم. يلا نصمم الرف. هنرسم سحابة على غطا الصندوق ونقصها. نرش الصندوق باستخدام درجات ألوان باستيل. هنثبت الصندوق في الحيطة. هنضيف السحابة من فوق ونزينها بالفرو خيط إضاءة. هنغطي قاعدة الصندوق بفرو صناعي ونضيف فيه كل السناكس. هيهو، إنك تكوني مصممة أساس مهمة صعبة. أوه بجد؟ لازم أعمل حاجة حلوة كمان. هحتاج عبوة مهملات وكوباية من الكرتون، هتكون مفيدة كمان. هلون عبوة المهملات بالأزرق. يا ترى ممكن أضيف لها إيه؟ أوه عرفت، هحط لمبة إضاءة وغطيها بلوح خشب من فوق. الأباجورة المايلة لترابيزة القهوة اللي صممتها خلصت. أنا هحتاج المخدات دي كلها. هي، أنتي أخدتي المخدات كلها؟ المفروض أعمل إيه؟ أظن إني عارفة. المخدات في عالم الأعماق الخاص بيا ناعمين ومروحين للقعدة. مش أنا صح يا سمكة القرش؟ كلير خرجت حشو اللحاف، ودلوقتي حسناها بقى شكله شبه سحابة بيضة منفوشة. أنا محتاجة مفرش ترابيزة. لأ لو سمحتي، بلاش الخدعة السحرية دي. بصي، خدعتي السحرية نجحت. طيب، أنا كمان بعرف أعمل خدعة سحرية بالستارة. نجحت. واضح كده إن عمود الستارة مش سعيد بحركتك. يلا نعمل ستارة مدخل حسني. دلوقتي بقت أريح. أنا كمان عملت مدخل من ستاير المطبخ. إيه؟ هي فين المراية والميك اب كله؟ مين سرق ترابيزة التجميل بتاعتنا؟ إيه؟ ليه أخدت الميك اب كله لحصنها؟ في مشكلة يا أختي؟ العصافير اللي بتصحى بدري بتعمل أحسن إطلالة ميك اب. مش مهم، أنا معايا موبايل بدل المراية. إيه؟ التلاجة فاضية خالص. راح فين أكلنا كله؟ أنا عملت برجر لنفسي. أنا بس هحطه في الميكرويف. إيه؟ هو ليه مش شغال؟ اشتغل. آه، هو ده عشان إيه؟
جهاز الميكرويف ينفعي. اتفضلي، انت عارفة ان انا عبقرية في التكنولوجيا. غدايا جاهز. كلير، انا هشاركه معاكي لانك ساعدتيني. استمتعي.